So, Dr. al-Issa, marhaba. Welcome to New York. Welcome to the leaders of the American Jewish community. Thank you for the I'm very happy for this meeting. I will speak by Arabic. My English is broken. سأتكلم بالعربي. الحقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء ومع زميلي وصديقي روب ساتلوف وأيضا بعض أصدقائنا من الموجودين هنا وأيضا ضيوفنا الأعزاء. زيارتنا الحقيقة لتعزيز الصداقة والتواصل مع أصدقائنا الحضور وأيضا من أجل المزيد من التعاون نحو أهدافنا المشتركة. هذه اللقاءات مهمة للغاية لتعزيز التفاهم ولأيضا من أجل أن نتعاون نحو المزيد من أهدافنا الإنسانية ومن أجل أن نكون معا سويا في مواجهة الأفكار المتطرفة وأيضا الأفكار التي تحمل الكراهية وأيضا من أجل أن نصحح المفاهيم التي ربما حملتها بعض النظريات وربما حملها أيضا بعض فصول التاريخ. طبعا هناك العديد من الحواجز الوهمية التي وضعتها الحقيقة بعض الكتابات التاريخية التي زورت حقيقة التاريخ. تاريخ الأديان مليء بالرحمة، مليء بالإنسانية، مليء بالمحبة، لكن هناك بعض الفصول التاريخية ربما كانت بدوافع سياسية وبدوافع مادية وبنزعات كراهية موجودة لدى بعض كتاب التاريخ أو من أجل الانسجام مع سياق زمني معين. الحقيقة إذا كان هناك تطرف أو هناك إرهاب نستطيع نقول عملي أكشن، فهناك تطرف وهناك إرهاب ما كان من صناع بعض الكتاب ولا سيما بعض كتاب التاريخ. هذه هي اللقاءات، لقاءات المحبة، لقاءات التفاهم، لقاءات التعاون التي تترجم حقيقة الأديان، تترجم المحبة الإنسانية، تترجم الفطرة الإنسانية التي أرادها الخالق منا. الاختلاف سنة كونية بين البشر، ولكن يجب أن نفهم هذه السنة الكونية كما يجب أيضا أن نكون مع هذه السنة الكونية حكماء متفهمين لكامل أبعاد هذه السنة الكونية، وبالتالي هذا الفهم العميق لهذه السنة الكونية يجعلنا نلتقي ويجعلنا نتحاور ويجعلنا نشترك في أهدافنا جميعا نحو الوئام الإنساني ونحو نشر السلام لنعطي للجميع حقيقة الأديان. نعتقد أن هذه اللقاءات مهمة للغاية وتخدم الإنسانية جمعاء وتخدم أيضا الوئام الإنساني وتقدم أيضا قضية مهمة جدا لإعلام السلام في عالمنا. الذي دفعني لكتابة هذا هو قول كلمة الحق في هذه الفاجعة الإنسانية التاريخية التي لم يسبق لها مثيل والتي ربما سكت البعض عن قول كلمة الحق. الاعتبارات الكراهية المجردة، نحن ونفهم حقيقة ديننا الإسلامي الذي يطبق العدالة وأيضا ينظر إلى الأمور بعدالة كاملة. هذه الفاجعة الإنسانية حقيقة تاريخية أثبتتها الوثائق التاريخية وقامت بها النازية المجرمة، ونحن باسم الشعوب الإسلامية المنضوية تحت رابطة العالم الإسلامي ندين بشدة هذه الفاجعة وندين أيضا من ينكر هذه الفاجعة وندين أيضا من يقلل من فاجعة هذه الجريمة النازية التي هزت كيان الإنسانية والضمير العالمي وسجلت في التاريخ بأسى البالغ.
أحب أن أضيف بأن رابط العالم الإسلامي عندما أصدر هذا البيان والذي كما قلت قبل قليل لأملاه الواجب الأخلاقي وواجب العدالة وواجب التاريخ وواجب الصدق هو أننا عندما أصدرنا هذا البيان لا أخفيكم تلقيت العديد من خطابات ومهاتفات الشكر من قيادات إسلامية بارزة حول العالم تؤيد خطابنا في هذا وقد نصر نشرنا هذا البيان بكل فخر على موقع رابطة العالم الإسلامي بالإنترنت وعلى مواقع أيضاً الرابطة عبر السوشيال ميديا. أما لقد قرأت كتابكم في هذا الحديث مملي وهو مليء بهذه الحقائق والوثائق التاريخية. نستفيد من هذا أن الإنسانية لا تزال بخير وأن الفطرة الإنسانية الطيبة يجب أن تتواصل ولا يجب أن تغيب وأن هذه الروح العالية المحبة الروح العالية المتقاربة التي تستشعر هذا الواجب الإنساني والواجب الأخلاقي ضد أساليب الجريمة ضد هذه الكوارث الدموية يجب أن تتعاون وتستمر ويجب أيضاً أن نتجاوز الحواجز النفسية المفتعلة التي افتعلها التطرف والتي أيضاً لم يستوعب سنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع والتعددية يجب أن نستفيد من هذه الدروس من خلال أن نواصل وأن نكون أيضاً نحن ثمرة هذه البذرة الإنسانية التي قام بها أسلافنا لنقدم للعالم هذه الأخلاق القيمة وهذا الشعور الإنساني النبيل عالمنا لا يمكن أن يعيش بسلام بدون هذه القيم الرائعة لأني درست العدالة وفهمتها بمفهومها الشامل دون أن يكون لدي أي نوع من أنواع الكراهية وعندما أطبق مفهوم العدالة الذي أدرسه كان يتعين علي أن أصدر مثل هذا البيان لأنه لا يمكن أن يمنعني عن هذا مفهوم العدالة إلا اعتراضات كراهية أو سياقات تاريخية كتبت خطأ أو زورت نحن عندما نقرأ بتجرد وبوعي ونفهم النصوص بتجرد وبوعي ونفهم معنى العدالة الشامل والعام نقول كلمة الحق أعتقد أنه يجب أن نستمر في تعاوننا ونحقق من خلال ذلك أهدافنا المشتركة وأهدافنا المشتركة هي السائد والغالب على أهدافنا جميعا لأن أهدافنا خيرة ومحبة للإنسانية محبة للسلام محبة للوئام محبة للتفاهم محبة للحوار أيضاً يجب أن لا نلتفت ولا نصغي لأي صوت من أصوات الكراهية وأيضاً أن نتجاوز أي مفهوم من المفاهيم السلبية وأيضاً أن نقرأ التاريخ ونقرأ النصوص بوعي تام وأن لا نكون أسرى أي مفاهيم سلبية وأن لا نقف وأن لا نحذر ولا نخشى من أي ردات فعل لا تحمل إلا الكراهية ولا تعرف منطق العدالة. His Excellency Dr. Mohammed al-Issa.